قبل ما ادخل في عناوين الحلقه وقبل ما ادخل في تفاصيل هذه الحلقه المهمه جدا، بدايه النهارده كان عيد ميلاد نجم قروي كبير. نجم قروي كان ليه مشوار طويل جدا مع القلعه الحمراء، رمز من رموز النادي الاهلي وجزء كبير جدا من تاريخ النادي الاهلي. النهارده مولد نجم كبير جدا، كابتن مصطفى عبده المجري. كابتن مصطفى عبده نجم النادي الاهلي واللي بدا مشواره مع النادي الاهلي منضم سنه 1970، وكان ساعتها لسه ناشئ تحت 17 سنه، لكن مشوار طويل جدا مع النادي الاهلي في الكره المصريه ومع المنتخب الوطني. لعب وتالق وشارك وكان من الناس اللي بتحب النادي الاهلي بجد، ومن الناس اللي لعبت بكل جديه وحفرت اسمها ضمن اسامي واساطير كبيره جدا لعبت في هذا النادي العريق، وظل اسمه محفورا حتى هذه اللحظات مع جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اللي بيشعر كده في لحظات معينه بعشق لدى عدد من اللاعبين والنجوم اللي لهم لمسات مع النادي الاهلي، مش شرط يكون داخل الملعب فقط لكن كمان خارج الملعب، لان الكابتن مصطفى عبده لما تقرب منه على المستوى الانساني وعلى المستوى الشخصي حد فوق الوصف. يا ربنا يديله طول العمر والصحه يا رب. النهارده بالتاكيد عيد ميلاده، بنقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن مصطفى، وان شاء الله مشوار حافل ومزيد باذن الله من التالق والتواجد دايما داخل النادي الاهلي ودايما بتنور مقر النادي الاهلي. نخرج لهذا التقرير نشوف مشوار كابتن مصطفى عبده وجزء من تاريخ الكابتن مصطفى عبده مع النادي الاهلي. كل سنه وانت طيب يا مجري، ان شاء الله خلال الفتره القادمه نطمئن دايما عليك ونشوفك دايما كده منور النادي الاهلي.